سلامة تاكل كيك مع كريمة وآيس كريم، وبعد كابتشينو ومحلة بنكهة الكراميل. ما شاء الله يا سلامة، رقم قياسي. الجمعية الأمريكية لأمراض القلب توصي ألا يتجاوز استهلاك الرجال 38 جرام من السكر يوميا، والنساء 25 جرام، أو تقريبا ما يعادل 6 ملاعق صغيرة من السكر. المصيبة إحنا ما نستهلك السكر مع القهوة والشاي بس، إنما بكل شيء تقريبا. السكر يختبئ في الحلويات والخبز والنشويات والعصائر والمشروبات الغازية وغيرها. عشان شي يا سلامة دائما ننصح ببدائل السكر مثل الساكرين والساكرولوز والاسبرتم، والموضة الحين هي الاستيفيا المستخرج من نبتة أصلها من أمريكا الجنوبية، لكن ملعقة صغيرة ما فيها إلا سعرتين حراريتين. أما الزايلتون فمفيد بعد في الوقاية من تسوس الأسنان، لكن ننتبه من الإسراف في تناول المحليات اللي ممكن تسبب الإسهال والنفخة. وعساكم دوم بصحة وسعادة.